البرنامج هذا ممنوع لأعمارهم أقل من 12 سنة. أمك اللي رضعتك وسهرت الليل على خاطرك، منيش باش نقول لك أمك اللي تنحي من فمها وتعطيك، أمك اللي تتعارك مع بوك على خاطرك وتدلل فيك وتقري فيك وتطيب لك شهواتك في الماكلة، منيش باش نقول لك أمك اللي ما ترقدش كي أنت تمرض وتقاها تصلي وتدعي في ربي باش يشفيك والدمعة ما تفرقش عينيها، منيش باش نقول لك أمك اللي تفرح لك فرحة من القلب في فرحتك وتبكي أكثر منك في حزنك، هي الوحيدة اللي تمد يديها تتسول في خاطر صغارها، شوف اللي ضيعت شبابها ما عادش ليها بروحها، أرجع لأمك واسأل روحك زعما تلقى شكون حنين عليك قدها، اسأل روحك زعما بيش فرحتها أنتي. أما اليوم مانيش باش نحكي على الأم هيكي، باش نحكي على امرأة قلبها كاسح تقبل تقتل صغارها باش تعيش مرتاحة. ممكن فمش منها برشا، أما فما منها ممكن زيد عندها حاجات أثرت عليها. اسمي سارة، عمري 40 سنة، كنت أستاذة كي عرست وجبت 3 صغار من الأول بطلت الخدمة، وعلى فكرة عمري ما خممت نجيب الصغار خاطر كنت نحب خدمتي ومش مستعدة نوقف الزوز على خاطر الصغار، أما قدرة ربي كانت فوق الكل، حبلت وجاوي 3 طويمة، جاوي 3 طويمة فرد كرش، وقدرة ربي كانت مرة أخرى وحبلت وطاح الصغير. من وقتها تبدلت الحكاية وتقلبت داري فوق راسي، وهذا كل شيء عملته بيدي. هاوش نحكي لكم بالضبط، من وقتها حسيت روحي ناقمة، وليت نحس في روحي تعبة نفسانيا من عام 99. من عام 99 بديت الحكاية، كيما هالشهر حاولت نقوم بعملية الانتحار الأولى، لحظتها فاق بيا راجلي، قعدت بالضبط تقريب شهرين في السبيطار، والطب قالوا حاجة غريبة المرض متاعي وشخصوه باسم كئيبة الإنجاب، وتجي الحالة هذه كان أنت تكون مش مقتنعة بالصغار ولا يصير بعد موت صغير في كرشك، وهذه بالطبيعة الحالة اللي فيها، والحالة جاوني في الحالتين في نفس الوقت ونصحوني أني كي نخرج معاش ونزيد صغار. أما قدرت ربي للمرة الثالثة كانت أقوى وجبت كنزة كريم، وعادوا مرة أخرى دخلوني للسبيطار وخرجت باش نحكي لكم اللي صار عليا بالضبط.